النهارده احنا في مركز اشمون قريه ليبيشه ومعايا الحاج اشرف مصطفى. اهلا بيك يا حاج اشرف. اهلا بحضرتك. النهارده طبعا احنا مبسوطين ان احنا معاك في قاعده كده في منظرتك الجميله. يا ريت تعرفني النهارده بضيوفنا الموجودين معانا النهارده. اولا احنا يعني شرفاء وسعداء بوجودكم عندنا في قريه ليبيشه مركز اشمون محافظه المنوفيه. اهلا بيك. شرفتونا ونورتونا قناة محترمة بصراحة بتعرض مشاكل الفلاح والحمد لله بنشوف من وراها إنجاز. طب الحمد لله. فطبعا أنا معايا ناس يعني أفاضل من القرى ومن القرية ومن القرى المجاورة اللي برضو عشان خاطر حضرتك تعرف عليهم وتشوف مشاكلهم وتعرض عليهم اللي حضرتك عايزه. يعني عندنا الحاج سعيد أبو شوشة ده من قرية شمة تبع المركز برضو وطبعا من الناس الأفاضل الناس المحترمة بتاع القرية. أبونا زكا قس القرية من الناس المحترمة اللي ربنا أنعم علينا بيه إن هو يعني صراحة طرح المحبة والتود والحاجات الحلوة كلها في القرية. أخويا وحبيبي الباشمهندس عبد المرضي عبد العليم ده كان مهندس زراعي كان ماسك الإرشاد بالقرية وما زال برضو دلوقتي هو بيرشد للفلاح مع الجماعة بتوع الإرشاد وبيدينا برضو الحاجات الحلوة والمعلومات الكويسة. أنا عموما أنا سعيد أن أنا موجود بوسط ناس طيبة زيكم النهاردة وببدأ كلامي في طبيعة المعاملات هنا في القرية. دايما القرية هي لها أصل مصر وفيها المعاملات الطيبة صلة الرحم وما يمثله لنا من حاجة مهمة جدا. إزاي موجودة بينكم هنا؟ يعني يا ريت تديني فكرة عنها كده. والله هي صلة الأرحام حاليا دلوقتي هو يعني بنسبة أخواتك طبعا أكيد بيبقى فيه تود وتراحم عشان يبقى فيه إيه يعني في محبة وألفة بيننا وبين إخواتنا البنات وإخواتنا الصبيان. ولو في أي مشكلة بنشوفها من بعيد لبعيد كده لو فيه اتنين متخاصمين ولا فيه يعني شحناء بينهم ومن بعض عن مراس عن زواج عن أي حاجة بنتكاتف مع بعض من الناس المحترمة ونقعد معهم ونصفيهم وترجع المحبة والمودة مع بعض. دي حاجة مهمة جدا. الحمد لله. طبيعة القرية عندنا هنا دايما فيها صلة الرحم بتبقى طيبة. الحاج يعني آخر مرة زرت قرايبك امتى ولا اخواتك؟ لا على طول يا باش على طول. والله يعني انا بسألك سؤال داخل كده معاك على طول. لا بأمانة. لان احنا طبعا دي الميزة الوحيدة فلنا. المدينة يمكن الناس خلاص كله موبايلات ونت وحتى ما بيشوفوش بعض. لا. لكن هنا بتزوروا بعض. طبعا. وما زلنا بنزور بعض وفي ترابط وتكاتف واي افراح غير الافراح بنبقوا متواجدين وكلنا نسيج واحد يعني. طيب ابونا بقى انت لازم يعني تكلمنا على صله الرحم وانا عارف ان ما فيش فرق بين المسلم والمسيحي ودي سماحه القريه دايما. هل ده متواجد دلوقتي زي الاول ولا رأي حضرتك ايه؟ هو دايما احنا مش هنقول ان المجتمعات كلها مجتمعات ملائكية او مثالية. لكن الحقيقة في القرية احنا بنجد كثير من الاشياء اللي بنفتقدها في العالم الاخر وخصوصا قرية على سجيتها وعلى طبيعتها زي قرية البشا. الحقيقة انا اول ما جيت القرية ما كنتش اعرف طبيعة القرية الا أن تعرفت على بعض الناس إلا أن تعرفت على أكثر فأكثر لحد ما الرؤية اتضحت تقريبا تماما. الحقيقة أنا ممكن أقول أن الناس دايما يبقوا أصدقاء لكن وجدت في القرية أن الناس أكثر من أصدقاء. نقدر نقول أن هم إخوة أو أهل يعني أسرة واحدة. أسرة واحدة جميل جدا. في أي شيء أعتقد أنه بيكونوا مع بعض. على عكس المدن ممكن يبقوا في المدن كيران ما يعرفوش بعض. أنا أعرف ناس كتير لما أزورهم في المدن ما يكونوش عارفين مين جارهم لكن في القرية مستحيل يكون كده. مستحيل. دايما يكون في القرية الاتنين جيران واخوات كل حاجة بيتشاركوا فيها مع بعض بغض النظر عن مسلم ومسيحي. دي الميزة اللي موجودة في القرية طبعا أو في بلدنا عموما يعني طبعا.
والحقيقة أنا وجدت في القرية هنا الموضوع ده بشكل قوي جدا ومؤثر جدا، وحاجة أنا شرفت أن أنا ألاقي جو المحبة موجود. دايما نلاقي أعداء الخير وأعداء الوطن يصدروا إشاعات ويصدروا كلام ليس بموجود على الإطلاق. طبعا دايما الإنسان بيلاقي فقاعات من الإشاعات ومن الكلام الغريب، لكن لما يتعايش ويكون موجود وسط الناس يكتشف إن هذه ليست الحقيقة إطلاقا. ممكن يعرف إن الناس حتى يعرفوا بعض أو أصدقاء، لكن لما يعيش وسطهم يعرف قد إيه الناس إخوة. طبعا يعني مثال، مثلا النهاردة الحاج أشرف كان حريص كل الحرص إن أنا أكون متواجد معه، مع إني مش هتكلم عن الفلاح مثله. يعني أنا ممكن أتكلم في أشياء خاصة بعملي أو بوظيفتي أو بخدمتي ككاهن أو كقص، يعني ممكن أكون عايش مع الناس وعايش مع الفلاحين أعرف بعض المشاكل، لكن ممكن ما أكونش عارف كل المشاكل. ومع ذلك حتى تكتمل الصورة كان الحاج أشرف حريص إن أنا أكون متواجد، لأن الشكل اللي حضرتك شايفه دلوقتي هو ده شكل القرية. طبعا هو ده شكل القرية، الشكل المكتمل اللي هو كل أفراد القرية موجودين، كل طبقات القرية موجودين، كل فئات القرية موجودين مع بعض في كل شيء. ودي ما يميز مصر وبلدنا دايما. الحاج بقى أنت يعني بالنسبة لصلة الرحم بقى وقرايبك، يعني بتحل مشاكل معاهم ولا الزيارات بتبقى غدوة أو عشوة وسلام عليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لصلة الأرحام ولله الحمد تطبق في الريف زي ما القرآن قال. أنا مش ممكن يفوت علي يوم ما شوفش أخوي، مش أخويا بس، لا أخويا في الإسلام، في المسيحية، في كله طبعا. فإذا وجدت المشكلة فلابد لها من حل، لأن ما فيش مشكلة من غير حل. أجيب أخويا الكبير أو كبير العائلة بيلمنه ويلم الشمل تاني وتتحل المشكلة في أضيق الحدود. بننهي الخصومات، مفيش خصومات، مفيش مشاكل في قريتي بيني وبين أحبابي. صلة الرحم موجودة في الأرياف خاصة أكتر من المدن، وبتكتمل كمان في شهر رمضان. لازم أعزم أخوي وأعزم ابن عمي وابن عمي يعزمني، وبتزداد المحبة كمان في شهر رمضان. طبعا الواحد مننا بدان في القرية لازم بيحس بوجود الناس حواليه طبعا، وبيحس بالتآلف والتعاطف ما بين الناس. يا ترى بقى الشباب هنا شغلهم بقى، الشاب بقى عايز يشتغل، الشاب اللي عايز يتجوز في فرص عمل، ولا كله بيهاجر من الريف للمدينة عشان العمل؟ تقول لنا كده فكرة كده. لا، بالنسبة للشاب المصري وخاصة الشاب الريفي للأسف انه متقاعد شوية في العمل. يا راجل انت وراك مسؤوليات، وراك جواز، وراك مستقبل. تكلفة جوازك قد ايه؟ تكلفة شقتك قد ايه؟ ما تحملش والدك كل العبء، وراك اخوات تانية صغيرين عاوزين يتربوا. اطلع شق طريقك، مصر فيها شغل، مصر فيها عمل، بس الشاب بيدور عليه. انا مش هقعد وتكاسل واقول يا رب ارزقني، لازم اخد بالاسباب. فانا لابد ان انا اسعى وادور على عمل، وهلاقي العمل وهشتغل وهكسب وهعمل بيت وابني مستقبل يبقى مشرق ليا والاولاد. ده بالنسبه للشاب المصري. حاجه اشوف يعني هنا يعني الشباب تكلفه الحياه بالنسبه له، الاجور اليوميه او اجور العمل هنا مناسبه ليهم، ولا بيضطر ان هو يسيب القريه ويرحل الى المدينه ويتوه بقى في المدينه، بدل ما هو شغال في غيطه لا يروح يشتغل بواب، لا يروح يشتغل سباك او يشتغل على توك توك، او وساب المهنه اللي هي بتاكل مصر كلها وهي مهنه الفلاحه. والله هي دلوقتي مشكله عامه على مستوى الجمهوريه. حاليا دلوقتي هو العمل، انت عارف ان مفيش عماله حكوميه حاليا دلوقتي، كله دلوقتي هو عماله ايه قطاع خاص يومية. دلوقتي بالنسبة للفلاحة حاليا دلوقتي هون الفلاحة ما عادتش بتجيب همها
في المحاصيل الزراعيه. يعني اجر العامل الزراعي، يعني اجر العامل الزراعي يعني 100 جنيه من الساعه كام؟ 100 جنيه من الساعه 8 لغايه 5 اخر النهار. من 8 ل 5 من 8 ل 5 اخر النهار ده حتى 100 جنيه ما كيلو لحم. هو كده. وبعدين اللي بيجيبه بيجيبه عشان هو محتاجه، محتاجه عشان هو دلوقتي، هو لان اكتر الفلاحين دلوقتي هو بقى موظفين، مش فلاح فلاح يعني، اكتر اللي تلاقيه مدرس، واللي تلاقيه ناظر، واللي تلاقيه مطاع في الجيش، واللي تلاقيه موظف في السكة الحديد. يعني لان المواريث انت عارف دلوقتي حاليا كل واحد ابوه توفى وساب له موراث، واخواته اتوزع عليهم، اصبح بقى حيلته مثلا 10 قريط فدان، نص فدان، فعشان هو مش فاضي فبيضطر ان ياجر عليه. مشكلة. فحاليا دلوقتي هون الطالب ما يبقى راجل معاه كلية ولا دبلوم، هيروح يمسك فاس. طيب هل الفلاحة هي مسك الفاس؟ ها؟ هل الفلاحة هي مسك الفاس؟ طبعا. امال هي ولا زراعة الأرض؟ ما هي زراعة ايه الفاس؟ هي ايه اللي بيزرع الأرض الا الفاس؟ مفيش مكنة؟ مفيش محلات؟ مفيش جرار؟ لا اله الا الله. ما هو دلوقتي الفلاح اما بيمسك الفاس، هو دلوقتي لما المجيب الميكانة دلوقتي هون اتخطط للأرض، مش محتاج الفلاح يقعد يعمل لها البتون ويعمل لها الفحل ويعمل لها الحدود ويقف عشان يروي بالفاس بتاعته. ما هو ده الشغل العزيق، مفيش ميكانة تعزق، بتعزق الأرض. فبنلجأ لمين؟ لأن نجيب واحد أجري إن هو يشتغل بالأجر. هو كلامك كلام الحاج، أنت عندك أرض؟ أيوة. بتجيب عمالة فيها؟ أه. وبتديهم أجرة كام بقى؟ 100 جنيه. مش قليل 100 جنيه؟ ما هو ثمن المحاصيل يا سعادة الباشا رديء. عشان اجيب الكيلو التجاه والدورة ب60 جنيه، والنهاردة الكيلو الدورة ب40 قرش، طن السلاج ب400 جنيه. ما هي ده طن العلف دلوقتي وصل ب7000 جنيه. اي وده اللي بيخلي الخلق تتقاعس عن تربية المواشي. العلف غلى، العلف مرتفع، الخلق هتجيب منين يعني؟ يعني انت شايف ان العمالة، ان الشاب كان اول بيفلح في ارضه. أيوة. هو واصحابه ابتدى يسيب البلد ويتجه لاعمال تانية زي اعمال المحارة. اعمال الزرارة. ايوه. لان فيها قرش سريع جدا. بالظبط كده. يعني انا يعني هاخد من ابونا برضو كلمة، انت ايه رأيك في المشكلة دي وازاي نحلها؟ يعني انا رأيي ان المشكلة دي مشكلة مركبة وليها أبعاد كتير لو اتكلمنا فيها مش هنخلص، لكن أنا أحدد المشكلة في التعليم. أنا في رأيي يعني لب المشكلة هو التعليم. التعليم عندنا نوعين، نوع اختياري ونوع إلزامي. التعليم الاختياري ده اللي هو الواحد بيسعى إن هو يثقف نفسه أو يعرف أو يتعلم. سليم. وده في قراءاته الخاصة وفي ثقافته الخاصة، بالإضافة إلى التعليم اللي بيتلقاه باختياره برضو داخل المسجد أو داخل الكنيسة، داخل دور العبادة. ده التعليم الاختياري. فمنلاقيش الكل عنده حرص أنه يدخل ويتعلم، ناس معينين هم اللي عندهم حرص أنهم يتعلموا. أما التعليم الإلزامي أو الإجباري هو التعليم في المدارس، وإحنا الحقيقة المستوى أصبح إلى حد ما، طبعا مش عاوز الصورة تكون قاتمة لأن في أمثلة ونماذج كتير جيدة، لكن التعليم دلوقتي أصبح أقل مستوى من قبل كده. ولا شايف أن نظرة المجتمع للتعليم الفني أو التعليم الزراعي أو التعليم الصناعي نظرة غير متفائلة؟ دي نقطة مهمة جدا. هو المشكلة أن الشاب بيطلع ربما يكون بيعرف يقرأ ويكتب، لكن ما يقدرش يخطط حياته ولا يقدر يخطط لمستقبله ويعيشه. يعني ممكن نلاقي حد اتخرج من مدرسة فنية ومش عارف هيشتغل في إيه. ممكن نلاقي حد خريج كلية مثلا كلية أداب ويشتغل في حاجة تاني، خريج كلية تربية ويشتغل في مجال آخر. فأصبح دلوقتي التعليم مش بيوجه الإنسان في حياة محددة، حياة مستقيمة يقدر يستفيد بالتعليم اللي هو تلقاه. يبقى هنا لازم نتدخل بالتدريب التحويلي، أن نحول هؤلاء الشباب إلى بعض الأعمال المجتمع. يعني أنا شايف مثلا مع احترامي للحضرة أن مثلا موضوع تقليب العدم العمالة فيه قليلة جدا.
ان مثلا رش المبيدات واسلوبها الصح العماله فيه قليله جدا، ان بعض الزراعات التقنيه اللي هي ما الحديثه ما بنلاقيش اللي بيقدم مثلا زي زراعه الانسجه والحاجات دي. لو وجدنا بعض الشباب ودربناهم بما هم قاعدين على القهاوي ومشتغلوش وبياخدوا فلوس من ابوهم صح كده، وتدربوا على هذه الاعمال التقنيه، بتهالي ده هيوفر انتاج عالي جدا في الزراعه وهيوفر لنا حاجات كويسه جدا. ولا ايه رايك عم؟ اكيد اكيد ان شاء الله لو فعلا اتفعل الموضوع ده هو وبقى فيه اماكن او يعني مؤسسات تتبنى الموضوع ده هو وتفعله في الارض الزراعيه بالذات، وهتبقى فيها انتاج حلو طبعا، ومنها هيبقى ليه مورد برضو كويس كراتب يومي وهيقدر يعيش منه. يعني التدريب التحويلي ده حتى اتعمل في الصناعات الاخرى، اتعمل في حاجات كتيره جدا، بيؤدي الى تغير او خلق فرص عمل للشباب. ف يعني انا شايف حتى هنا لو الشباب اجتمعوا، هل الشباب هنا بيجتمعوا في اعمال الخير طبعا يعني في جامعات اهليه؟ طبعا اكيد اكيد بيقفوا وقفات كويسه، يعني في بيعملوا يفط على دوائر محاور الطرق ومصاطب للاستراحات بالنسبه للمواصلات، بيشاركوا في حاجات مشاريع معه الاميه. طب الشباب والرياضه، يعني انا شايف الحاجات الاجتماعيه دي، هل انتوا عندكم في القريه هنا جمعيات اهليه تتبع المساجد او الكنائس بتقوم بخدمه اليتامى وخدمه المجتمع؟ عندنا جمعيه شرعيه ولجنه الزكاه. حلو. قائمه على الحاجات دي بصراحه، يعني عاملين شغل كويس. انا ليا اقتراح، هذه الجمعيات بتخدم دايما من هو محتاج، ولكن وبتقدم برضو خدمات للمجتمع كالمجتمع المدني نفسه، يعني ممكن تعمل طلبة العلم ماسورة مية، تعمل حاجات يعني دي. طب ليه ما تساعدش الفلاح في زراعة حديثة في تقنية حديثة، بدل ما احنا نمين مبلغ من المال ويتوجهوا بيه الى بعض اخواننا الفلاحين، وعمل يعني تطوير لهذه الزراعات اللي عنده؟ هي فكرة جميلة، بس ما افتكرش ان حد يعني هيبقى عنده دراية كافية ان هو هيعمل حاجة زي كده ويخدم الفلاح في حاجة زي كده. طب حاجة زي كده ويخدم الفلاح في حاجة زي كده. طب ما هي الجمعية بتروح تخدم اليتامى، بتجيب لهم ساعات اوض نوم وعشان يتجوزوا وعشان كده. طب ما هي لو جابت برضو جرار او محرات واجرته للفلاح بسعر التكلفة، هتعمل نسبة ربح بسيطة جدا، هتأدي ان الراجل ده انتاجه يزيد جدا. والله هي فكره جميله فعلا، بس احنا عندنا دلوقتي هو الميكنه الزراعيه، يعني احنا عندنا ميكنه زراعيه في مركز اشمون، صراحه ما فيش اي خدمات بتقدمها الفلاح خالص، مع ان فيها جميع الامكانيات اللي هي تخدم الفلاح بالليل وبالنهار. انا بتكلم كده ليه؟ لان الجمعيات التعاونيه الزراعيه عندنا هنا في القرى الحصاد دورها في بيع الأسمدة، ولا بتبيع حاجة تانية؟ بالنسبة للجمعيات الزراعية بيرجع نشاطها لأعضائها، طالما عنده رأس مال موجود في البنك بيشتغل، بيوفر للفلاح أنابيب بوتاجاز، عجل صيني كان بيجيبه يبيعه، موتوسيكلات، بطاطين، كل الحاجات دي. طب شوية تقاوي وبيجيب تقاوي ذرة، وبيجيب تقاوي قمح، وبيجيب مبودات وبتتوفر للفلاح. الملاحظ ان مش كل الجمعيات، لا يا بي، في جميع جمعيات الجمهوريه متوفر كل طالما الجمعيه فيها راس مال. لو ما فيهاش راس مال هتجيب منين؟ يعني هو اساس الشغل ايه؟ راس المال. ده بالنسبه للجمعيات الزراعيه. يعني ده بالنسبه للجمعيات الزراعيه، يعني كل كلامنا ده بيدل ان الناس في القرية لو اتجمعوا وتألفوا على حاجة واحدة نقدر ننجح. افضل يا ريت يتجمع الفلاحين على مشروع واحد يتنفس سوا برأس مال موحد بعائد يتقاسم عليهم في النهاية. انا ببص للفلاح النهاردة ليه؟ انا عاوز الفلاح في النهاية مش التكاليف هي قد العائد، لا انا عاوز ابص لجيبه
يجي اخر الموسم يلاقي معاه جوازة ابنه معاه جنيه في جيبه، فانا ما كلفوش اسعار مبيدات بالنسبه للفلاح غالي، تقاوي بالنسبه للفلاح غالي، اسمده بالنسبه للفلاح غالي، يعني بصراحه الفلاح مضغوط عليه شويه. طيب ما هو لازم يقابل ده زياده في الانتاج وزياده في سعر المنتجات. انا من كلامكم ده يعني انا سعيد جدا بالقعده معاكم. الله يكرمك يا باشا، ونشوف بقى ضيوفك الجمال اللي هيقابلونا تاني. حاجه اشكرك وبشكركم جدا. مجموعة روند فيتا لأعلاف هيرمان. أعلاف نباتية هيرمان، خبرة ألمانية بأيدي مصرية. أعلاف هيرمان، الخلطة السرية. حسنين خسران من زرعته يا ولاد، ده الملح في ارضه يا ولاد والميه المالحه يا ولاد هتموت زرعه يا ولاد. يا ناس غيتوني وعلى الحل دلوني. قوم يا ابن بلدي، ضلت ووتر قدامك هيعالج ميتك ويكتر زرعتك. طب ده ازاي؟ دلتا ووتر هيعالج لك الملوحة بتكنولوجيا مغناطيسية يابانية، هتغسل لك ملحك من ارضك وهتزود لك زرعتك وتكسبك كتير. طب واجيبه منين؟ على طول روح على شركة دلتا ووتر. دلتا ووتر عندك يبقى مفيش ملح في ارضك. حقيقي القعدة هنا مع في البلد عندكم وسط الناس الطيبة دي قعدة جميلة جدا، الواحد بيحس بأصالة الناس وعزوتهم وجمالهم. ضيوفك اللي انضموا لنا دلوقتي جداد بقى تعرفنا بيهم يا حاج. اولا احنا سعداء جدا بوجود حضرتك وانت نورتنا اساسا. حبيبي حبيبي الله يكرمك. الحاج حمدي وهبه ياسين ده سكرتير جمعية زراعية بالقريه، قريه لبيشه مركز اشمون من محافظه المنوفيه. اهلا بيك.
الأستاذ أيمن إعلامي وأزهري. أهلا بك. من قرية شوشاي، قرية مجاورة جنبنا برضو، من الناس المحترمة اللي هم بيحبوا يخدموا في المصلحة العامة. الحاج سعيد خضر ده شغال في الأوقاف وراجل يعني عنده أرضه بتاعه ومزارع يعني. أهلا بك. أهلا بحضرتك. احنا دايما يعني من كلامنا معاكم أو من كلامي من خلال الناس الطيبة اللي زيكم، دايما بحب أطرح مواضيع تكونوا تحبوا تتكلموا فيها، أو زي ما نقول الاستهلاك بتاعتنا النهاردة إيه؟ أو الموضوع بتاعنا إيه؟ يا ترى أنتوا إيه الموضوع اللي شغل بالكوا دايما؟ يعني لو بدينا الحاج يعني شغل بالك هنا، بالك هنا كسكرتير الجمعية الزراعية، إيه الموضوع اللي شغل بالك في البلد يعني؟ والله الموضوع حضرتك كثيرة بتنطرق كثيرة على الساحة موجودة دلوقتي، بس إحنا أكتر حاجة شغلة بالك. كل فرد فينا المفروض إن هو على باله إن هو ينفذ، مش يستنى اللي ينفذ له. يعني احنا مثلا احنا مثلا كقاري يعني انا مثلا عندي جمعيه زراعيه من 2006 وجاي لي قرار ازاله بيها ان هي تتشال. طيب انا امكانيات القريه عندي ضعيف، يعني امكانيات القريه عندي بالنسبه للماديات ضعيف، لان المساحه بتاعتها 529 فدان، فالمساحه نفسها متوزعه على عدد تعداد كتير، تعداد الناس بتاع حوالي 7000. تقصد قرار ازاله جاي للمبنى نفسه؟ للمبنى نفسه اتهالك خلاص. ومقعد الموظفين على مسؤوليه على اساس ان ببني لهم مبنى تاني. طبعا عشان قوة البلد اصلا ضعيفة، او الحالة الاقتصادية بتاعها ضعيفة، نظرا لان كمية المساحة اللي موجودة داخل القرية نفسها ضعيفة. 529 فدان لما يتوزعوا على حوالي 7000 نسمة يبقى كل واحد مش هينبو قراط او قراطين طبعا، ولذلك الحالة الاقتصادية بتاعت البلد ضعيفة. كون ان احنا بقى هنقعد بقى عشان الحالة الاقتصادية بتاعتنا ضعيفة ومش هنقدر نعمل اي مشروع داخل القرية ومش هنقدر ننفذ اي حاجة خالص، ده شيء غلط. المفروض ان احنا او اللي موجود كقيادي في اي جزء من القرية، في جمعية استهلاكية، موظف في أي جهة من الجهات الحكومية، المفروض أنه هو بيجري وبيدور على الحلول اللي موجودة، وإلا ما كانش يكون متواجد في نفس الوضع ده أو في نفس المجال ده. يعني أنت جالك قرار إزالة، بتحاول أن أنت دلوقتي تبني مكان جديد، ده شيء أكيد، وبتحافظ على العمالة اللي عندك. بالضبط كده. زائد بتقدم خدمات لإخواننا الفلاحين في القرية. ده شيء أكيد، ده شيء تشكر عليه، يعني ده شيء طيب جدا. يعني أنت قلت مشكلة وحلها يعني. ما هو حضرتك بص، هو والله حضرتك على حاجه، احنا عشان مثلا يعني انا دلوقتي مثلا امكانياتي مثلا ان ندفع مثلا 10 جنيه. طيب انا ما اخد ال 10 جنيه دي وادور على التاني امكانياته يدفع 50 و60 و70 واخد منه برضه، وبمشي على قد حاله الفلاح اللي موجود. يعني انا فلاح عندي مثلا عنده 5 قريط، باخد منه 50 جنيه على كل قريط 10 جنيه عشان يساهم في المبنى. في اللي عنده مثلا 17 فدان باخد منه 4000 جنيه، وبمشي على نفس النمط ده، لان المكان ده هيخدمهم كلهم. بالظبط كده، لان هو الجمعيه بتسمى ايه؟ اسمها الجمعية الزراعية الأهلية متعددة الأغراض داخل القرية. ببدأ مثلا زي ما قال إخوانا السابقين إن أنا مثلا أجيب شوية بطاطين، شوية بطاطين أنا مدخل منهم مكسب للجمعية السنة دي حوالي 14000 أو 13700 وشوية، يبقى أنا دخلت ربح للجمعية. أنا معاك في الكلام ده كله، إن إحنا نقدم هذه الخدمات. تمام. لكن الجمعية التعاونية الزراعية يجب أن تدور على الفلاح على الخدمات الزراعية نمبر واحد. ما هي للفلاح. أيوة ما أنا برضو فاهم. اللي أنا بعمله برضو للفلاح، ما هوش خارج الفلاح. انا مثلا حاج اشرف لي عندي حيازه، والله انا جايب سلعه موجوده في الجمعيه هو محتاجها بياخدها وبديها له بسعر رمزي جدا وربح. انا معاك في ده ماشي، لكن انا عايز ان الجمعيه ترجع للخدمات الزراعيه مع حضرتك، وانتوا ما دام بتقدروا تعملوا كده يعني انا بطلبه منك ان شاء الله تشاركوا بعد كده ان شاء الله في جرار. تمام. يؤجر باسعار مخفضه للفلاح. لا بالنسبه للجرارات حضرتك دي عندنا ميكانه داخل المركز نفسه. الميكانه دي هي اللي بتقوم بالمشروع ده، او المشروع ده داخل ايا كان المركز. ممكن تجيب له تقوي كويسه، ممكن تجيب له موبيلات. لا التقوي موجود عندي، انا التقوي انا بجيب كل سنه بنجيب مثلا مصدر موثوق منه برضه. ده شركات وبرقم اللوت بكله، لازم اخد احتياطاتي من ناحيه التقوي بالذات، لان الفلاح هيجي يعمل لنا المشكله وتبقى الجمعيه يعني قيمتها انهضرت لو التقوي طلعت مش مظبوطة. طيب انا من كلام حضرتك هنقل بقى كلام لاخونا الاعلامي. نعم. وانا سعيد بان انا سمعت من حضرتك الكلام ده كشعور ايجابي لنا. ايه اللي بيشغل بالك النهاردة في البلد وشايفه حاجة مهمة جدا مفروض نتكلم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا استاذ مختار، انا مشكلة الساعة حاليا دلوقتي اللي بتقرقني وانا لست يعني منها ولكن عايش في وسطهم، اللي هي مشكله المزارع والفلاح اللي هو مربي الماشيين.
الحقيقة دلوقتي في مشكلة دلوقتي أو المرض الخطير اللي ماشي دلوقتي اللي هو بيدمر الثروة الحيوانية. اللي هو الحمى القلعية والأمراض اللي هي متفشحة لنا دلوقتي في الفلاحين، مع الفلاحين دلوقتي البوسوريلا وفي سبيله لإهدار هذه الثروة. طيب هل الفلاح عمل ما عليه من تطعيمات وتحصينات؟ حضرتك ديت مش دور الفلاح، انا شايف ان ده اهمال الطب البيطري. لا انا عايز اوضح لحضرتك، ده دور الطب البيطري حضرتك. الطب البيطري بيعمل حملات مجانيه. لا الاول حملات مجانيه انت حاجه شفنا عادي اتكلمنا في القصه دي. الموضوع ده كان الاول كنا بنشوفه. لكن حضرتك عندك مزرعه؟ نعم عندك مزرعه انتاج حيواني؟ لا انا ما عنديش مزرعه، انا ما عندي، انا مالك ولست مزارعا يعني. انا ما عندي. طب هوضح لحضرتك، احنا يمكن الحلقه اللي فاتت نعم كنا مع مدير الطب البيطري نعم وقال التطعيمات والنصائح والحملات بتنزل، هو المطلوب بس ان الناس تهتم في بداية الموسم بالتطعيمات. حضرتك انا شايف ان فيه تكاسل من المسؤولين ومن الطب البيطري ان تجاه الفلاح تماما. المفروض بقى فيه توعيات وفيه ندوات للفلاح. هقول لحضرتك حاجة، الطب البيطري لان دي تعتبر دي الاقتصاد الوحيد. انا اخلي الحاج هو اللي يرد عليه. هو بالنسبة للطب البيطري حاليا فعلا يعني متكاسل او في عمله يعني من هو دكتور بيطري او اتنين مثلا. ما انا بقول لحضرتك كان الاول كنا احنا بنشوف قبل كده كانوا بييجوا مثلا الطب البيطري ببلغنا قرية، في القرية الفلانية ببلغ الوحدة المحلية ببلغوا انت تروح القرية الفلانية ويمضي هناك على سمت انه طالع القرية الفلانية ويروح عندي في مكان واسع كده هو ويجيب واحد من الاهالي الناس المحترمة ويخليه ينادي في الميكروفون الطب البيطري موجود في المكان الفلاني جمعوا المواشي عشان التحصين بتاعها. يا استاذ مختار حضرتك دلوقتي ما عادش بيحصل الكلام ده خالص. دكتور البيطري النهارده بيروح وظيفته بيمضي وبيطلع يشوف اكل عيش بره للمزرعة اللي بيروحها على حسابه. لكن النهارده بس والله انا كنت بقعد من 8 الحلقة اللي فاتت على طول او الفتره اللي فاتت دي على طول كنا مع مدير الطب البيطري وإيه نصايح؟ ما حضرتك وإيه ده معايا الحاج عاشور مدير الطب البيطري ده حضرتك كان تابع مركز تلة احنا مركز أشمون يعني انت احنا قصدي ما هو في تلة وناس شغالة ايه؟ نعم هنا في أشمون انتوا بتشتكوا من أشمون بنشتكي من أشمون. حضرتك صار وقت استاذ عاطف حضرتك ويا ريت استغاثة علشان خاطر الفلاحين احنا لان دي تعتبر الفلاح دلوقتي بيتدمر. يعني حضرتك بتقول ان أشمون يعني انا اعرف ناس حضرتك في خسائر دلوقتي وصلت عندي ناس دلوقتي بال 20,000 وب 30,000 ودي ثروته وحيده واقتصاده الوحيد اللي عايش عليه كده اتدمر كده تماما كده. ويا ريت يكون في تامين على المواشي. النهارده انا زنبي النهارده قاعد عندي مثلا حتتين ولا حاجه في صندوق التامين على الماشي حضرتك تعرف عنه حاجه؟ ما فيش حد يعرف عنه حاجه خالص. الفلاحين كلها عارفه. الفلاحين النهارده بيتدمر النهارده والحاجه اللي عنده بتموت. خلي بالك في فرق بين الفلاح اللي قاني حته او حتتين نعم وبين المربي اللي بيقني خمس ست حتت. هو دي الاساس. المربي اللي بيبني خمس ست حتت ده بيبقى مأمن وبيطعم لانه عارف انه ما طعمش هيخسر كل ثروته. نعم. ملوش نشاط تاني. نعم. ماشي حضرتك برضو من المفروض برضو اهتم بصغار المزارعين وبصغار المربي دي لان الصغير ده ممكن يكبر وانا مشجعه دلوقتي. احنا هنبلغ المنوفيه مديريه الطب البيطري المنوفيه انها لازم تعمل لكم وحضرتك استاذ برضو في نداء برضو تكاسل برضو من الطب البيطري ان دلوقتي بالنسبه للجزارين ما فيش اي مرور عليهم ما فيش اي رقابه عليهم بنشوف اختام واختام لسه صحيحه. انت بلغ مباحث التموين دي يا معالي الباشا ما فيش اي مباحث ما فيش اي كلام خاص بالكلام ده خالص. بلغ ما فيش حد خالص. يا معالي الباشا بنشوف اختام بتنختم وما هيش مثلا مباحث في السلخانات والناس بتاكل يا ولدها مش عارف حاجه. طيب. المفروض النهارده اللي موصل حضرتك النهارده دي الصحة بيخلي لي كل في كل وحده محليه او خمس ست بلاد سلخانه واحده ليه ما وفرش في كل بلد سلخان علشان برضو اريح الجزار برضو واشجعه ان هو يبدا. السلخانه بتشتغل 3 ايام في الاسبوع بس وتقدر تاخد العدد ده كله. هو لو هيعمل في كل قريه سلخانه مفيش ما اختلفناش بس هيبقى عايز بقى عدد كبير يا معالي الباشا في رقابه حضرتك ليه ان هو ما ينزلش على الجزار كل يوم يعني بقى عاده بيبقى اللي عند الاربعاء والخميس والجمعه ليه هما بينزلوش يعملوا حملات عليه؟ ليه ان احنا الناس الراجل يعني ازاي الراجل غلبان النهارده يروح يدفع 120 جنيه في كيلو لحم وما يعرفش ياكله وهو جايب مزروب منين في ظل الامراض المتفشيه دلوقتي حاليا في المجتمع دلوقتي عند الفلاح. حضرتك انا اعرف جزارين في راحوا جابوا المواشي اللي هي اتلفت ديت وعلقوه وعملوا عليها اختام فين الرقابه؟ بلغت صندوق اتقوا الله
انا عاوز لهم انت المفروض هنا كدورك تبلغ عنهم. بنبلغ يا معالي باشا حضرتك. هم بلغت مين بحضرتك؟ ابلغ مين؟ بلغت مين يعني؟ هو اساسا هم عارفين الكلام ده كويس. ما هم عارفين. معلش. هو دلوقتي حضرتك دلوقتي هو عارف ان فيه مرض ماشي في دلوقتي دور ماشي دلوقتي في المواشي. على فكره انا فضل. مش بدافع انا بتكلم فضل. انا لفيت انا كل اسبوع في بلد. الطب البيطري عامل حملات وباسعار مخفضه جدا وحملات تانية مجانيه. نعم. ضد العقد العقدي وضد الحمى القلعيه وضد 50 حاجه تانية. امال ما اثبتش حضرتك وجوده ليه؟ ما هو اثبت وجوده في الكوره اللي طعمت اللي عندك هنا بقى. لو في لغايه تابوه جيد النهارده في السوق النهارده بعد ايه بعد ما دمر المواشي النهارده جه في اوامر النهارده بقى قفل السوق ليه؟ لان الناس بعد ايه يا معالي باشا حضرتك هو لما حس ان في امراض بس ماشيه في الجو ليه ما قفلش ليه قفل السوق؟ ليه بنقفل السوق ليه؟ حد حضرتك نقفل السوق؟ اتفضل. السوق ده لازم اي مواشي عشان تخش السوق تتطعم. طب هو حضرتك القرار ده جه متاخر. ده القرار ده بقى له 100 سنه اتدمر. لا حضرتك كان المفروض النهارده ماشي قبل كده ماشي محضرتك كان المفروض في شهر ثلاثه حضرتك اي مرض بيظهر في المواشي كان بيقولوا اي اسواق لازم نتطعم ضدها. طيب انا هاخد بقى الاوقاف. يعني حضرتك ايه اللي شايفه في البلد بقى يعني ممكن يبقى حاجه كويسه او شاغل بالك انت هنا في البلد من ناحيه عموما حاجه عامه يعني؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. انا بالنسبه لي انا راجل فلاح وشغال في الاوقاف برضه في مسجد جنبي. ف بالنسبه للبلد انا كل اللي قلقني بس ناحيه المواشي بتاعتي. عندي بقى كل اللي عندي بقر وخايف من ناحيه العقد الجلدي وخايفه فعلا. لا انا خايف اجيب الدكتور لان يقول لي المرض بامانه لانه بيقولوا هنا بقى نقف وقفه معلش مع حضرتك. لا يمكن ان الدكتور ينقل المرض. الدكتور جاي يطعمه ضد المرض. او هنا الثقافه هنا تختلف. انا ارجو من حضرتك ان انت تطعم وتطعم بسرعه حمايه للثروه اللي عندك. بامانه انا كنت حاضر الندوه معاك حضرتك في تالي. عرفت من الدكتور هناك اللي هو مدير الطب البيطري معلومات كويسه جدا والراجل كان بيتكلم بسرعة كويسة ويوصل لك المعلومة بالفلاحي معلومة حلوة وأنا أخذت منه معلومات. إيه المعلومات قولها لنا كده يعني؟ المعلومات اللي ثبتت معاك. اللي ثبتت معاك عرفني أأكل السلاج إمتى وقال قدام حضرتك إن أنا ما أكلش السلاج قبل 40 يوم. دي برضو كانت رايحة عن بالي. أنا كنت بأكل السلاج على طول وعرفنا برضو تطعيم وثمن التطعيم نتطعم ضد العقد الجلدي بكذا ب 11 جنيه وتجيب سرنج. فانا كنت كلمته عن السرنجات ان هي بتنقل المرض. قال لي اشتري سرنجات من عندك وطعم من عندك. طبعا ف بامانه بس يعني انا مش عارف العقد الجلدي ده ما نزلش بقى له فتره. انا ما اعرفش بقى هو نازل عن طريق استيراد البهايم اللي هي نازله من بره ولا بص. هو الطب البيطري فيه التحصينات الكامله ان شاء الله تعملها وان شاء الله الثروه الحيوانيه عندك تبقى زي الفل يعني. حضرتك دلوقتي انت بتتكلم في قرى ريفيه يعني كلها فلاحين. نسبه التعليم يعني اولا عندنا احنا في المنوفيه نسبه التعليم فيها اعلى نسبه تعليم على مستوى الجمهوريه. ماشي. بس ثقافه الفلاح النهارده ان هو مثلا يقعد يدور على سرنجه ويدور على دكتور ويدور على المال ده كله. احنا ليه الطب البيطري نفسه ما بيعملش سجلات لكل قريه؟ ما بيعملش سجل النهارده. انا الحاج سعيد عنده 30 بهيمه بيتسجل ال 30 بهيمه يعني مش بخرمهم ولا مديهم ارقام. لا 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 بص حضرتك بص ما فيش مسؤول. انا بشوف وزير بينزل في قلب الشارع وبيلف. لكن المسؤولين هنا بالنسبه لنا احنا يعني عندي رئيس مجلس مدينه ما بينزلش القريه هنا ما بينزلش فيها ايه. عندي مدير اداره زراعيه ما بينزلش يشوف القريه فيها ايه. عندي مدير الطب البيطري ما بينزلش القريه يشوف فيها ايه. ما بشوفش مسؤول في اي قريه. انا بشوف الوزير بينزل وبيلف في الطريق. لكن الفنديه اللي قاعدين وعملوا تكييفات دلوقتي كل واحد مدير اداره عمل تكييف وعربيه بتوديه وعربيه بتجيبه خلاص. هو شويه موظفين عليه بيدي تقارير مجرد ما تروح لورقه بيدي تقارير خلاص خلصت القصه. لكن انا النهارده عشان الاقي مسؤول داخل كل قريه بيفتش في النهارده بيشوف الاوضاع ايه. طب ايه المتطلبات؟ طب ايه العجز اللي عندكم؟ طب ايه المشاكل اللي عندكم؟ ما بتلاقيش. لكن ببص الاقي في التلفزيون وزير بينزل وبيلف في قلب الشارع. لكن كمسؤول تحت وندور اقول للناس اللي فوق الناس اللي فوق مالهم. انا عملت نفسي انت بتحس على العمل يعني. هو يا باشا انا مش بحس على العمل. لا ما هو ده كلامك. والله حضرتك على حاجه يعني لازم اللي ما ينتجش ما ياكلش. اللي ما ينتجش ما ياكلش. مش دور ان انا اروح وظيفتي النهارده اقعد لي ربع ساعه ولا ساعتين اتنين وامشي ويزوق ويمشي ويجي يقول لي النهارده ده انا ما خدتش حوافز ده انا ما خدتش اضافي. هو الحكومه عملت لنا ايه؟ تعمل لك ايه الحكومه؟ انت هتكتب ايه؟
خلاص ما بقاش في موظفين. انت انتجت لي ايه؟ لا حضرتك في مش مفيش مفيش محل. والله ما في تعيينات من سنه 86 يا باشا، ما فيش تعيينات، بس انا عندي برضو في زياده في الجهات الحكوميه كتير يا عم. فين زياده؟ ما بتنتجش، ما هو ما بتنتجش حتى اللي موجود بنفسه ما بتنتجش. ما خلاص خلص. ايه اللي بيعملوه؟ طيب من كلامك، من كلامك الطيب ده ومن قعدتنا الطيبه دي، انا هاخد امنيه من حضرتك للبلد. انا نفسي يبقى كل شيء يشتغلوا فيه البلد مثلا يشتغلوا صح، يعني زي حضرتك عندنا مثلا في القرى عملوا حاجه اسمها بتاع الحيز العمراني او بتاع المباني اللي جابوا في حتت. يعني حضرتك جه بالنسبه للحيز العمراني بيتكلم عليه حاجه زي جه جميع على جميع مستوى قرى المركز 55 قريه، والقريه الوحيده اللي الوحيدة اللي ما جالهاش طب امنيه حضرتك انت؟ امنيتي ان كل موظف يقوم بدوره، كل موظف وكل مدير اداره يقوم بدوره. انا عندي صرف صحي بقول لحضرتك بجرب عليه بقالي سنين طويله. دي امنيه حلوه جدا. مين الواحد على فكره القريه الوحيده اللي على مستوى المركز برضو ما تمش فيها بقى قريه ومساحتها بسيطه جدا، وهتكلف الدوله تكاليف بسيطه رغم ان انا وجدت لهم الموقع وببلاش، مش هتدفع الحكومه ثمنه كمان، يعني انا وجدت لهم الموقع كمان والمكان على اساس انهم يعملوا في محطه رفع وبرضو ما سالوش فينا. طب ندي بقى الميكروفون وقول امنيه كده يا حاج. طبعا انا بتمنى يعني المشروع المهم والملح لجميع قرى مركز اشمون اللي هو مشروع الصرف الصحي. طيب. لان مشروع الصرف الصحي حاليا دلوقتي اذا لم ينفذ فسوف تكون هناك كارثه تقع على الاهالي. طيب امنيه الحاج؟ والله امنيتي ان كل واحد يتقي الله في جواز البنات. ماشي. لان جواز البنات دلوقتي هو مشاكل كتيرة قوي بتحصل بسبب ان هو يقعد يقول له انا عايز وعايز وعايز وعايز. دي اغنية كبيرة ده بيطفش عموما بيخل... كل حاجة. فده بصراحة بتعمل مشاكل عند الشباب نفسها، يعني يبقى مكيف اموره لازم يضطر ان يلجأ للبنك القرية ويروح يجيب قروض وبتاع عشان خاطر يراضي ابو العروسة او ام العروس. طيب انا قعدت معاكم بقى وكل واحد قال امنية، انا امنيتي بقى اقولها لكم. انا امنيتي دايما ان انا اقعد مع ناس طيبة زيكم كده واتقابل باصل الرجولة في بلادنا وقرانا الطيبة جدا. بشكركم ونتقابل دايما مع ناس طيبة زيكم ونقولكم السلام عليكم. السلام وبركاته. سامع. سامع. مزارع العنب. تهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بالسادة مزارع العنب بضرورة اتخاذ الإجراءات الإرشادية التالية: أولا، الأصناف مبكرة النضج من العنب. تحذر الوزارة من استخدام المبيدات أثناء جمع الثمار خلال شهر يوليو الجاري، مع ضرورة جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيوم والبنات بأراضي الوادي. وتؤكد الوزارة على ضرورة جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاك والموسكات في أواخر الشهر، ويجب إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة قبل الجمع بفترة لا تقل عن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ومنع الري في مزارع الدلتا عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات، وذلك حتى جمع المحصول. وفي حالة ملاحظة علامات العطش على الأشجار تعطى رية خفيفة على الحامي، كما تناشد الوزارة مزارع العنب ضرورة ري الأشجار التي جمعت ثمارها للمساعدة في نضج الخشب وإعادة وضع الخشب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض، وذلك في التربية الرأسية بمعدل لتر من المياه للشجرة كل يوم في عمر الأشجار في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
هو أرخص بروتين في مصر؟ إيه هو الأمن الغذائي للشعب المصري؟ طبعاً الدواجن. عشان كده هنعمل برنامج دنيا الدواجن، هيكون هو صوت كل منتج الدواجن في مصر. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اجنده مرشد. خدمه الكنتالوب، يعني انا مش حاطط خدمه جديده. صفحه اسمها على الشاشه اجنده مرشد مصر الزراعيه باللغه العربيه. قلنا لكم قبل كده ان الدعم الفني اهم واغلى كتير من الدعم المادي. الزراعه دي عمر 45 يوم. لا نلقاكم في حلقة مقبلة، لكن مني ومن طاقم العمل كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجندة مرشد تشاهدونه في الأوقات التالية على مصر الزراعية.